متتبع بين سبورت، تحية لكم في رابع المواعيد، رابع جولات تصفيات المونديال، المؤهلة إلى بلاد الدب الروسي مباشرة من العاصمة كينشاسا، وسكانها يتسموا لكينوا. هذه هي كينشاسا من عام 66 بعد ما كانت اسمها ليوبول فيل نسبة لليوبول الثاني ملك البلجيك. كينشاسا في لغة الكيكونغو المحلية تعني سوق الملح. تعداد سكانها يوصل 12 مليون، وهي الثالث أكبر مدينة في القارة بعد القاهرة ولاغوس، وأكبر مدينة فرنكفونية في العالم قبل حتى باريس. كينشاسا هي مسقط رأس النجوم للكرة الفرنسية، خاصة حارس الأولمبيك دو مارسي ستيف موندوندا والأسطورة التشيلساوية المادريال. كان مجيد الشتالي بعد 40 سنة، نبيل معلول يلعب لذات الأحلام. هذه هي الكرة الأولى للفريق الكونغولي، تمشي كرة خطيرة بالراس. هدف مبامبا، لعبنا بثلاثة في اللاكس في بالنا باش نطولوا دفاعنا ونقارعوا الفريق الكونغولي على الكرات الثابتة، ولكن منتخب الـ RDC يفتح باب التسجيل خصوصية الكرات الثابتة. ماذا ممكن في الأخير؟ يمشي غيلان، غيلان يوزع كرة خطيرة، والحارس لي ماتامبي. ترجع فرجاني يلعب الكرة، فرجاني، فرجاني يوسف المساكني، يوسف المساكني هو حاضر كرة على اليمين، يمشي اللاعب كاكوتا، يمشي كاكوتا يوزع كرة حذاري الحارس بلبولي. المساكني يوسف المساكني، ترجع كرة، كرة من توزجار، حط ساقيك يا توزجار. هذه مباراة الخنيسي بالسباس لدبالك يا سياب، مش سايب كرة يا سي، يمشي فرجاني، مش ممكن الفرجاني شاط كرة بعيدة. محاولة كانت جريئة من المنتخب التونسي، كان بالإمكان أفضل مما كان. فكر فيها أكثر بشكل فردي فرجاني ساسي. كرة للمنتخب الكونغولي خطيرة جدا، فرصة وتسديدة ورعونة لوكاكو، حط كرة يوسف، يوسف المساكني، أضرب واحدة، أضرب واحدة الشعلالي، والحارس سي وعليه يرجع بالكرة يوسف المساكني، المساكني حط كرة، والكو إيسامان بيكو، إيسامان بيكو خطير جدا، إيسامان بيكو ركنية، ركنية للظهير الجناح إيسامان بيكو لاعب مازيمبي. هذا العب في اليسار في ماتش رادس، وفي الأصل يلعب دواتي ظهير يمين في المنتخب الكونغولي وفي مسدي في وسط الميدان، والكرة تمشي في ظهر الدفاع ويخرج بلبولي، يخرج داخله، اضرب يا فرجاني، فرجاني حط كرة وشوطة والكرة بعيدة. شنو هو هذا؟ هذا ما تمناه، ولكن حذاري من هذه الكرة، حذاري باش يخرج راس راس، حذاري، حذاري والهدف الثاني، حذاري والهدف الثاني، حذاري والهدف الثاني، مش ممكن، مش ممكن، ما فهمنا شيء. هدف ثاني للمنتخب الكونغولي، هدف ثاني للفريق الكونغولي، يسجل منتخب الفهود الهدف الثاني. 2-0 اذا باش تمشي الامور هكا المونديال باش نخسروه اليوم، يلزم نحطوا في حساباتنا فارق الاهداف ولا باي باي كاس عالم اليوم. كره اخرى من فريق المنتخب الكونغولي، فرصه خطيره، فرصه الهدف الثالث، والحارس البلبولي كره تحط في وسط الميدان للفريق الكونغولي على اطراف الحارس، مش ممكن، كاد يكون الهدف الثالث، كاد يكون الهدف الثالث، هو انذار على اللاعب موبيلي. فرصة للفريق التونسي والكرات الثابتة والحارس، مش ممكن، أخطر فرصة في المباراة تقريبا. التونسي هالتوزيعة والكرة ويني؟ والكرة برا، كرة برا لمنتخب عام البدوي، تحط الكرة توزجار، يدخل توزجار، يدخل كرة، مش ممكن يا ربي، هذا دفاع ما سجلوش فيه، مش ممكن، مش ممكن على الكرة. شوف الخطا نتاع الدفاع الكونغولي، بدري بدري حط كرة، ترجع كرة منتخب التونسي، اضرب شوتي ليه؟ لا فرصة أخرى للمنتخب التونسي. الحلول اللي وفرها الآن أنيس البدري للمنتخب التونسي موجودة. شوف الكرة نتاع البدري إلى فرجاني. كرة غيلان، غيلان يمشي بالكرة، غيلان يمشي توزجار، والكرة عند الحارس. عمر وصل كرة ممتازة للكرة عن طريق الهجوم والتسديدة، وكرة عالية. كرة عالية من المنتخب الوطني التونسي. كرة كانت من المساكني. كني المساكني، المساكني ترجع كرة علي معلول، وين الراسية جول، مش ممكن، كرة لبرا،
المنتخب التونسي يضغط هنا في كينشاسا، يا ابيض يا اسود. هدف الان يا الاولاد، هدف الان وتتقلب اللعبه. الكونغو خايفه وعشرة بدري. ترجع الكره فرجاني، فرجاني شات كره بعيده برشا. التونسي هي هي فما خطا، هات فاول، هات فاول، امشي يوسف، خطيره والكره ضاعت. ابابا 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 وين ماشي؟ ترجع الكره والتسديده يا ستار يا مان على اختار الركنيه من البلبولي. شوف الكره في الانترفال في دار الدفاع، خطيره برشا. المنتخب الكونغولي قاري توسكار وحده، توسكار وصل باس، توسكار عاوده، توسكار رامي يمشي، رامي رامي البيان الباس خطيره، والهدف الاول ليه؟ الهدف الاول على الطريق بن عمر، الهدف الاول للنصور، اول هدف تقبله كينشاسا الار دي سي من عام 2008. مش ممكن، لا يا يوسف لا، حط كره اضرب ليه ليه ليه، مش ممكن. ما حدث في كينشاسا، ما حدث في كينشاسا. بذكريات يا بوجا، بذكريات يا بوجا. ارشم ارشم اثنين، رسمه باثنين. الله الله على النسور، الله عدنا من بعيد. المونديال المونديال يناديكم، يناديكم، يشد على ايديكم. والله لو بحسود والجماهير وراكم الاف وملايين. اضرب يا سليتي اضرب. الجدار اسرق شويه في المير، امشي امشي عليه في المير. لا يا ستار على عارف المساكري، وحده وحده. بدري اضرب يا بدري، اضرب يا البدري، ركنيه يا البدري، محلاك يا البدري، جو نحلى جو. خمسه وخميس عليك يا بدرلو. 2-2 البدري، يا معذبهم يا كيدهم يا مدمرهم في المام افريكا. اضرب يضرب كوره ولكن الخطا يقول بنات. الروج 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 الثالث يا رب. لا مش ممكن، ماذا دارت النسور؟ الله ماذا دارت النسور للانتصار؟ لا بدوي لا، والكرة تمشي والتوزيع جات والرأسية ومرت سلامات، مرت سلامات 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 على الكونغولي يا مسحمات. سألوني هل أنت تونس؟ يلعب الخطير بوكو، مباراة مثيرة وفرصة قريبة، ومرت سلامات وفما سركنية. باي 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 باي، كرة ترجع، مش مشكل مش مشكل مش مشكل. تمشي الكرة للمنتخب الوطني التونسي، دقيقتين وعشرين ثانية، كرة هربة اليسار. بمعنى آخر كنا عاملين نصف ساق في ماتش رادس، الآن الساق الثانية دخلنا ودخلنا بشترها. ما زالت الأخيرة، جزء الخمس، جزء الأقدام، القدم اليمنى قبل اليسار، وهكذا سنعبر يا البدوي. 2 تونس 2 الكونغو. نعم كانت رشمة الرجال في مباراة طلبناهم، غابوا عنا 75 دقيقة، ولكن العبرة بالنتيجة، العبرة في الأخير بسكور. راسي يا كونغولي، الفهد شدوه في غابة بالفيدير. كورة البلبولي 40 50 ثانية، ريح ريح وارتاح وفرح مرياح. والكرة تمشي طويلة، كرة تمشي بعيدة. 40 ثانية 40 ثانية، في آخر المباراة كنا نقدر نضرب الثالث، ولكن أيضا مرينا فترة صعبة والعارضة كانت ممكن تخسرنا. راضين يا ربي قانعين، حمدا وشكر ليك يا مولاي. ترجع الكرة مرة أخرى للمنتخب التونسي. سليتي يضغط، سليتي زفر يا بنات، زفر يا بنات، زفر يا بنات، زفر يا دانيال. ترجع الكرة بضربة راس باية من الرجال، ترجع الكرة. الله على رجال الخضراء، كورة في وسط الميدان. لا يخسر معلول أمام الفهود، ولا يخسر الشوالي معلقا أمام الفهود منذ 20 سنة في كان 98 يا الكونغو. كورة ترجع، الثالث الثالث الثالث، يا الله مش ممكن مش ممكن. ضيعنا الكو، ضيعنا 13 نقطة لمساكني في الخواتيم. زفر يا بنات، زفر يا دانيال. كورة ترجع، خلينا شوية، خلينا لعلي المركي. ترجع الكورة، إيليه إيليه. Yay!
فعلها تونس، فعلتها الرجال، حمدا وشكرا لله. مش ممكن، مش ممكن السيناريو القاتل. الولاد حبوا يعذبونا، حبوا يتعبونا، خلاونا ممكن نسبوهم ونشتموهم في لحظات بمقاييس رياضية، نتغشوا عليهم بمقاييس المشجعين، ولكن في كورة وفي لمسة عادت النسور وحلقت الرجال من جديد. نقطة المباراة، نقطة المباراة إلى نقطة المونديال. فرحة هستيرية في كينشاسا، 78 بن عمر، 79 بدري. قلت لكم مرهونة في هدف، إذا نجيبوا جول رانا ممكن نرجع. وفعلا رجعت تونس في ماتش العمر.